السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة النهاردة. النهاردة معنا جهاز من شركة الهامزور وهو النكسس داس برو، والجهاز ده خاص بفحص وتشخيص الأعطال. ودلوقتي تعمل مع بعض أنبوكسنج للجهاز. زي ما شايفين الجهاز بيجي بالمحتويات الداخلية اللي موجودة فيه، عبارة عن تابلت والشاحن الخاص بالتابلت ووصلة الأوبيديو. طبعا الاتصال بيكون بينهم عن طريق البلوتوث. لو نتكلم شوية عن الجهاز، فالجهاز طبعا زي ما شايفين كده بيجي تابلت 10 بوصة بنظام الاندرويد، وبيكون الاتصال عن طريق البلوتوث. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والخصائص الموجودة في السوفت وير من شركة هامزور، فالسوفت وير ده بيقوم بعملية فحص وتشخيص الاعطال، مسح الاخطاء، بالاضافة الى بعض السيرفيس ريست. عندنا هنا 9 سيرفيس ريست زي دبة البيئة والزيت والتي بي ام اس والانجكتر والاي بي بي والاي بي اس والبطارية. عندنا 9 سيرفيس ريسيت مدمجين بالجهاز، زائد بعض الخصائص الاضافيه اللي بيقوم بها الجهاز زي برمجه بعض المفاتيح. بيغطي مجموعه من المفاتيح، طبعا الجهاز بيغطي مجموعه كبيره من السيارات الاسيويه والاوروبيه والصينيه. جهاز اكثر من رائع وجهاز مميز من شركه الهامزور. طبعا في حاله فقد التابلت بنقدر ان احنا نستعمل الموبايل او اي تابلت اخر، وبنزل ابلكيشن خاص بالهامزور وبنتعامل بشكل طبيعي مع الجهاز. الجهاز متوفر الان، تقدر توصل معنا عبر رسائل الصفحه وسيبوا لنا تعليق على الفيديو.